أهلين وسهلين، وين كل هالغيبة؟ مع الجارات بورشة عن الصحة الجنسية والإنجابية. ليش هاي بدها ورش ومحاضرات؟ أكيد، لأنه الصحة الجنسية والإنجابية معناها حصول الناس على حياة إنجابية وجنسية مسؤولة وأكثر أمان، وإنهم يقدروا ينجبوا ويختاروا وقت الإنجاب وطريقته، ويعرفوا وسائل تنظيم أسرة آمنة وفعالة وميسورة التكلفة ومقبولة، ويتوفر لهم خدمات الرعاية الصحية المناسبة. طلعت شغلة بتهم الستات المتزوجات، مش هيك؟ وليش ما تهمك كمان؟ مش أنت شريك حياتي؟ معك حق، بتهمني أكيد أكيد بتهمني. طبعاً معي حق، الصحة الجنسية والإنجابية مهمة لكل حدا وصل سن الإنجاب، لأنها متعلقة بجزء مهم من جسمنا وحياتنا، وبتشمل تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية للرجال وصحة الشباب. الوقاية من أمراض الجهاز التناسلي للرجال والنساء، والوقاية والعلاج من العقم وسرطان الثدي، صحة الشباب، منع العنف ضد المرأة والاستجابة لحالات العنف الجنسي، وتقديم الرعاية السريرية لحالات العنف الأسري. فعلاً الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية إشي مهم. مهم للأهل والأسرة والشباب، لأنه لما نعرف الممارسات الصحية السليمة بتكون قراراتنا بخصوص صحتنا الجنسية والإنجابية برضو سليمة.